على الراديو 90 90، لسه بنقول يلا بينا. لسه موجودة معاكم رضوى حسن وزميلتي رغدة شيمي، بتعتذر عن حلقة النهاردة، إن شاء الله تكون موجودة معانا يوم السبت الجاي. بنتكلم عن مشروع مارلينا اللي شيرين سامي وأمير موريس قرروا إن هم يأسسوه مع بعض، وكمان أولادهم يعني بيساعدوهم في المشروع، والمشروع بيقدم منتجات مختلفة جدا جدا ليها علاقة بالملابس والمفروشات وغيره، لأنهم قرروا يعلموا بنات وسيدات المنوفية التطريز والجلد والكوريشيه وكتير من الحرف. مهم جدا ان احنا كمان نسمع تجربة يعني حد من اللي استخدموا بقى منتجات مارلينا، ونعرف التجربة اخبارها ايه، ونعرف يعني استاذة جورجيت نبيه ايه اللي عجبها في منتجات مارلينا، بما ان كمان المنتجات دي بتتصدر برا مصر. استاذة جورجيت مساء الخير. مساء النور يا فندم، اهلا بحضرتك، منورانا. اهلا بيكي. اهلا بيكي فندم. يعني عايزة أعرف حضرتك في البداية كده، عرفتي مارلينا إزاي؟ مارلينا أنا أصلا من محبي الهاند ميد، يعني بحب كل حاجة تكون هاند ميد، كل حاجة عندي لبس أكسسوار أي حاجة بحبها تكون هاند ميد. فأنا دايما بدور في صفحات الفيسبوك على أي يعني أي جروب بيشتغل هاند ميد أو كده، فلفت نظري جدا الإتقان والجمال، وإن فيه كده حاجة مميزة في المكان ده. طب يا ترى هو مفروشات بس ولا إيه؟ عدت أدور فلقيت لا في منتجات كتير، عندهم حاجات كروشيه وعندهم حاجات تطريز وعندهم ممكن يعملوا أي حاجة أنت عايزاها، حتى لما بتطلب حاجة أنت خاصة بيك أنت شايفاها لقيتهم ممكن عندهم استعداد ينفذوها. هما ممكن ينفذوا أي تصميمات حضرتك مثلا تبعتيها لهم. أيوه فعلا. فانا تواصلت مع مدام شيرين وطلبت منها، قلت اجرب في حاجه كده، جربت معها في اول حاجه في بلوزه. هي كان توقيتها كده قريب جدا للعيد، فجاتني فعلا البلوزه، الشغل متقن اتقان عالي، انا ما شفتش شغل هاند ميد بالشكل ده الصراحه. يعني انا نفسي بشتغل هاند ميد، ما اعرفش اعمل الشغل ده خالص. بما ان حضرتك كمان بتحبي الهاند ميد وبتقولي لنا بتشتغليه، فا ايه اللي لقيتيه؟ يعني ايه الفرق اللي حضرتك لقيتيه؟ لا في الهاند ميد يعني اللي بيميزه من واحد للتاني نظافة الشغل، الدقة، جمال الالوان، كل الحاجات دي متوفرة عندهم. يعني ان اختيار اللون جنب اللون مع نظافة الشغل، ما تلاقيش مثلا بواقي خيوط باينه، التنظيف في الاخر ده حاجه، دي حاجه لازم تميز الشغل، عشان كده هم ناجحين في الاستيراد. ايوه، فدي حاجه مهمه جدا انهم يصدروا بره، بره مش هيقبلوا حاجه بنص اتقان، يعني جوده مش فيها قوي او فيها الحاجات اللي حضرتك بتقوليها دي فعلا بتفرق جامد جدا. يعني حتى لكل الناس اللي بتحب الهاند ميد او بتشوفه، انه بتبقى قلقانه من فكره يعني الشغل ممكن جودته مش عاليه، الفينشنج مثلا، فكره بواقي الخيوط، فكره انه كمان مع الوقت بتلاقي الالوان اختلفت. ايوه، ولما مع اول غسله دي بتبقى كبرى، يعني تلاقي ايه كله دخل في بعضه. فلا هي حاجه مميزه جدا جدا جدا. اللي يفوق بقى كل الحاجات الهاند ميد دي، لانها دي صناعه يدوي، مثلا في بقى الصناعه الروحيه اللي عند مدام شيرين. مدام شيرين عندها لياقه وتعامل مع الناس راقي جدا جدا جدا. هي ست يعني، هو نجاح العمل اي مشروع مش قائم على 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 العمل بس فقط، اللي هو نشتغل وننتج، ما احنا ممكن ننتج كتير بس ما نعرفش نسوقه، او اسلوبنا يخلي الحاجه مش راضيه تمشي. صح. لكن هي عندها اسلوب راقي جدا في التعامل. انا افتكر لها موقفين. موقف مره البلوزه كان جايه واسعه، وانا اتخضيت وقلت ايه ده، دي اللي هي اول بلوزه جاتلي واقعه جدا، ايه ده، قلت ايه ده كده الفلوس راحت في الارض. فبكلمها قالت لي البلوزه بتاعتي انت مالكيش دعوه، وفلوسك يعني معاكي زي ما انت مالكيش دعوه خالص، انا هتصرف. فعلا بعتت لي المندوب تاني، رغم ان هي في وسنا وانا في القاهره، بس بعتت لي المندوب تاني اخذ البلوزه تاني ورجعتها لي في التوقيت مظبوطه تمام.
حلو. فلا هي نجاح العمل مش متوقف على الشغل بس. لا هي في لازم يبقى في متابعه وما بعد البيع بقى زي ما بنقول واداره للموضوع بلياقه وذوق عالي يعني. ده هي تتميز فيه. الموقف الثاني بقى كان ايام كورونا كان في مشاكل جامده في الشحن وفعلا في مش عارفه تجيب لي حد مش عارفه تبعت لي الحاجه كنت انا طالباها قبل ما نقعد في كورونا وناخد اجازات وكده فتاخرت على يوم وقالت لي انا مش عارفه اشحن انا اسفه انا مش عارفه اشحن فقلت طب خلاص منين ما تعرفش خلاص مفيش مشكله فانا طبعا ايه بقى الدنيا فرحت معايا في الفلوس وصرفت الفلوس جت هي راحت راجعه قالت لي انا شحنت لك قلت لها ايه ده ده انا الفلوس مش جاهزه معايا يا اخي انا قلت لها اديك بفلوس الحاجه اتسحنت خلاص والحاجه بتاعتك جميل فمنين لما يبقى معاك توفر معاك فلوس ابعتيها فعلا استنيت عليا حبيبتي لحد ما وقفت وبعتها يا طيب موقف هايل يعني قصدي حضرتك انه العلاقه كمان مع العميل دي حاجه مهمه وقد ايه بتفرق في نجاح الشغل ده بقى خلاني بقى يعني زبون دايم يعني انا لسه عايزه اتفق دلوقتي مع الهوا على لبس العيد يعني مش هينفع كده كل سنه وحضرتك طيب ايوه دي فرصه حلوه هي اكيد بتسمعنا دلوقتي ايوه لا انا كده انا بقيت زبون دايم سواء كروشيه اشتغلت لي حاجات كروشيه اشتغلت لي جلد لا هي وبعدين مره انقذتني مع واحده صديقه ليا هي عارفه ان انا بشتغل هاند ميد فقالت ايه كانت بتكتب انت عامل لها اللي هو المنديل اللي بيتكتب عليه اسم العروسه والعريس بسرعه فانا قلت لها مش هتطلعها بالاتقان وانا مش واثقه يعني في العمليه قوي فقالت لي طب والحل قلت لها مفيش دعوه رحت قلت لها ده مشرين ده يوم احنا الكلام ده كان مثلا يوم الاثنين والكتب كتب يوم الخميس قلت لها انا عايزه الاقي حالك فعلا يوم الخميس الصبح كان عندي طيب دي حاجه عظيمه يعني حضرتك كمان بتشجعيها وبتجيبي كمان ناس تانية من اصحاب حضرتك يعني انا دايما اقول لها جمله شهيره انا ما بتعاملش مع بياعين انا بتعامل مع مبدعين وهي فعلا الله. اول المبدعين دول الله الله دي حاجه جميله وروح جميله يعني كمان من حضرتك انه دايما نبقى بنشجع بعض وبنشجع المنتج المصري والصناعه المصريه خصوصا انه بيبقى وراها قصص يعني زي قصه مشروع مارلينا كده وان في بنات وسيدات انا لما اجيب حاجه جاهزه اجيب حاجه جاهزه ممكن يتقال على هاند ميد وممكن تبقى هاند ميد فعلا الله اعلم بس تيجي جاهزه مش على ذوقي الالوان مش اللي انا عايزاها لا هي بتعمل لي الحاجه اللي في دماغي فدي يدفع فيها ثمن تاني لوحدها الحكايه دي اكيد وعلى فكره مش اي حد يقدر يشد من الهاند ميد يعني في ناس كتير تقول ده غالي ده مش لا هو مش غالي هو تعبه وسهره بثمنه يعني طبعا وفكره وايده وشغله ايده يعني حاجات كتيره الحقيقه احنا دايما بنحب نشجع يعني الحرف والصناعات اليدويه طيب بما ان احنا بنتكلم عن مشروع مارلينا بقى اللي شيرين وامير يعني كزوجين قرروا يعملوه ايه راي حضرتك في الفكره انه زوج وزوجه يعني يبقوا بيعملوا مشروع مع بعض او الاسره حتى تبقى كلها بتشتغل في نفس المجال او في نفس المشروع دي حاجه حلوه جدا 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 ويعني احنا بنقول ايه هو الدول زي الصين ولا دي ارتقت من ايه او الصناعات دي ظهرت عندها من ايه ما هو من اسر كانت بتعمل ومع بعضهم وبيعملوا فكره بيعملوا مشروع وبينجح هو كده هو وبعدين الموضوع ده بيقرب الاسره لبعضها صح بيخلي الاسره كلها المحيط الفكري واحد كيان واحد حتى لو في اولاد صغيرين برضه وفصيهم هم مش بعيد عنهم ان كان في الموظف او الموظفه كل واحد في ناحيه والولاد في ناحيه والدنيا في ناحيه وكل واحد يرجع في ميعاده وكده لكن دول لما يبقى مشروع واحد وكله حوالين حاجه واحده فبتبقى طبعا تجميع للاسره جميله يا ريت نهتم بال هي الاسر المنتجه دي حاجه جميله يا ريت طبعا اكيد حقيقي انا سعيده جدا بوجود حضرتك معانا نورتينا يا استاذه جورجيت ومبسوطه بانه حضرتك بتشجعي الحرف والصناعات اليدويه المصريه الجميله الله يخليك ميرسي جدا حبيبي شكرا جدا استاذه جورجيت نبيل شكرا لحضرتك